رمضان شهر تلاوة القرآن العظيم وتدبره. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يجب عند تلاوة القرآن الكريم تحريك اللسان والشفتين، لا سيما في الصلوات مع الأذكار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه زين لأمرك كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.